يقول: ما هو المباح للخاطب أن يراه من المخطوبة؟ وهل يجوز للذي أخذ وعدا بالزواج من ولي المرأة أن يتكلم معها في الهاتف إذا كان هو في دولة وهي في دولة أخرى؟ مسألة الكلام بالهاتف إذا كان وليها أذن بذلك فلا بأس، إذا كان وليها أذن أنك تكلمها فلا بأس، أما إذا لم يأذن فلا تكلمها، لأنه ربما يحصل مفاسد إذا علم أنك تكلمها وما درى ربما يسيء الظن، لابد من طريق الولي. وأما ما ينظر إليه منها فما يدعوه إلى الرغبة فيها، أن ينظر إلى وجهها وكفيها شعرها، ما يدعوه إلى الرغبة فيها، هذا محل النظر للخاطب. نعم.